اهلا وسهلا بكل الحلوين اللي نوروني في القناة، اتمنى تكونوا بخير جميعا وفي احسن حال ان شاء الله. في الفيديو ده هنعمل مع بعض احلى واطرى كيكة، حقيقي كده احلى كيكة جربتها، طعمها خيال بجد. طبقة كيك مع طبقة كريمة مع طبقة كراميل، ومعروفة باسماء كتير، وهي كيكة الحليب او الكيكة التركية او التريليتشيا كيك، ومؤخرا كده اطلقوا عليها اسم المسخسخة، معرفش ليه بصراحة، بس ممكن لان الكيكة بتكون طرية جدا وغرقانة كده في الحليب، حاجة كده بجد خيال. هنعملها مع بعض بطريقة سهلة جدا وبسيطة وبدون اي تعقيد خالص، يلا بينا نشوف هنحضرها ازاي ونشوف مقاديرها البسيطة جدا. بس ما تنسوش اللايك للفيديو، لو اول مرة بتشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني اشعار بكل الوصفات الجديدة. مقادير الكيكة معايا عبارة عن 3 مكونات أساسية، وهي كوباية دقيق كيك أو دقيق متعدد الاستخدامات، 3 بيضات، نص كوباية سكر. هضيف للدقيق معلقة كبيرة من البيكنج باودر ومعلقة كبيرة من نشا الذرة وذرة من الملح، وهقلبهم مع بعض كويس. وبعدين هحط البيض بتاعي في بولة واسعة بالشكل ده، وهنزل عليه بباكت فانيليا أو معلقة صغيرة من الفانيليا ومعلقة صغيرة من الخل الأبيض العادي، وهبدأ بقى بالمضرب الكهربي أضربهم مع بعض كويس جدا لغاية لما البيض لونه يفتح معايا ويتضاعف حجمه. ممكن تعمليه في الخلاط، ممكن تعمليه بالمضرب اليدوي، بس أهم حاجة تضربي كويس جدا لغاية لما البيض لونه يفتح بالشكل ده. وبعد كده بنزل بالسكر بالتدريج مع الضرب المستمر، أهم حاجة لازم تتأكدي ان السكر داب تماما. وهفضل بقى اضرب في البيض كده لغاية لما لونه يفتح جدا ويبقى قوامه كريمي معايا ويتضاعف حجمه بالشكل ده. بعد كده بنزل بالمكونات الجافة معايا وبنزل بيها برضو بالتدريج كده، بس هنا بكون هديت المضرب بتاعي على اقل سرعة، ويدوب هنا عاوزة اديه بس يختفي مع الخليط. ممكن تعملي الخطوة دي كمان بسباتولا، مش شرط خالص تعمليها بالمضرب. بتقلبي كده الدقيق مع البيض بالراحة جدا علشان ما تخرجيش الهواء من البيض. وكده يكون خليط الكيك خلص معايا بالشكل ده. هبدأ بقى ألمه كده بسباتولا واتأكد ان المكونات كلها امتزجت مع بعض كويس جدا. وبجيب صينية فرن بايركس حجمها صغير، يعني دي أصغر صينية في الطعم لأن المقدار معايا صغير. ببدأ أنزل بخليط الكيك في قلب الصينية بالشكل ده، ما بدهنهاش أي مادة دهنية خالص، وعادي جدا ممكن تعمليها في صينية ألمونيوم أو تعمليها في صينية تيفال. بوزع خليط الكيك في الصينية بالشكل ده، بخبطها خبطتين علشان تطلع أي فراغات فيها، وبكون مسخنة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180. بدخلها على الشبكة في الرف الأوسط، بتقعد 10 دقايق أو ربع ساعة بتختبيها الأول وبتطلع معاك بالشكل ده. بتسيبي بقى الكيكة بتغطيها علشان تبقى طرية معاك، وبتسيبيها تبرد يعني يدوب تبقى دافية كده معاك. تبدأي تعملي فيها فتحات وتخرميها بالشكل ده علشان تتشرب كمية الحليب. شايفين بقى الكيكة زي السبونج كيك بالظبط، طرية جدا وهشة. وبعدين هسقيها بكوباية حليب ساقع بدون اي اضافات خالص، وهسيبها بقى تتشرب الحليب على جنب كده وتبرد تماما. وهبدأ اجهز في الطبقة التانية الكريمة، هحتاج كوباية حليب وعليها باكت من الكريم شانتيه الجاهز ده. ممكن تستخدمي بدل الحليب مية ساقعة متلجة، بس الحليب بيخلي طعم الكريمة غني كده وحلو. ضربتها بقى كويس جدا لغاية لما قوامها تمسك معايا بالشكل ده. هحط بقى طبقة الكريمة فوق الكيكة وهوزعها كويس واسويها، وهدخلها التلاجة تتماسك معايا نص ساعة او ساعة. لازم الكريمة تتماسك الاول جدا قبل ما احط طبقة الكراميل عليها. ودلوقتي هعمل احلى واسهل صوص كراميل. هحتاج كوباية حليب ساقع، هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من نشا الذرة، بدوب النشا مع الحليب كويس جدا. بعد كده بجيب طاسة واسعة وبنزل فيها كوباية سكر وبرفعها على النار، ما بجيش جنبها خالص ولا بقلب في السكر خالص لغاية لما يبدأ يسيح من الجوانب بالشكل ده. ببدأ بقى أقلبه كده بسباتولا وبدوب السكر كله تماما لغاية لما السكر يدوب معايا خالص بالشكل ده. بعد كده بنزل عليه بمعلقة كبيرة زبدة وبقلب الزبدة مع السكر بسرعة جدا علشان الكراميل ما ياخدش منك لون زيادة، فلازم تقلبيه. الأفضل كمان ترفعي الطاسة من على النار خالص في المرحلة دي
لان طبعا الكراميل من السهل ان هو يتحرق في ثواني، لو اتحرق منك هيمرر وهيبقى طعمه وحش. وبعد ما الزبدة دابت تماما مع الكراميل بالشكل ده، ببدأ انزل بخليط الحليب والنشا، بقلبهم كده الاول مع بعض وابدأ انزل بيهم فوق الكراميل. وطبعا اول ما تنزل بالحليب هتلاقي الكراميل بدأ يقفش معاك كده ويعمل تكتلات بالشكل ده، ما تقلقيش خالص، قلبي فيه باستمرار على نار هادية جدا وهتلاقيه بدأ يفك معاك بالشكل ده زي ما شايفين معايا. اهم حاجة تقلبيه باستمرار على نار هادية جدا وهيفك معاك كده. بعد كده بضيف له معلقتين كبار قشطة، بتدي طعم حلو قوي للكراميل، بتخليه طعمه غني كده كأنك عاملاه بكريمة لباني. ودي طبعا اختيار، ممكن تستغنى عنهم تماما لو مش متوفر. وفي الوقت ده بكون طفيت النار خالص وببدأ ادوب كده القشطة مع الكراميل، وده بكون شكله النهائي. مفيش اسهل ولا ابسط من كده، عملنا احلى صوص كراميل. شايفين بقى قوامه ولونه، حقيقي ريحته وطعمه في منتهى الجمال. ممكن تستخدميه في تزيين اي حلويات، تجرنشي بيه تورته بقى حلو قوي. هسيبه بقى يبرد الاول تماما. ودلوقتي خرجت الكيكه بتاعتي من التلاجة، الكريمه متماسكه وساقعه جدا، وصوص الكراميل كمان برد معايا تماما. ابدا بقى اوزع كده صوص الكراميل فوق الكريمه، لو فضيتيه سخن فوق الكريمه هيسيح الكريمه منك وهيختلط مع الكريمه، فلازم الاتنين يكونوا ساقعين جدا علشان تعرفي توزعي صوص الكراميل فوق الكريمه بالشكل ده. واخر حاجه بقى بحط معلقتين كريمه كده في كيس حلواني، ببدا اعمل خطوط رفيعه كده فوق وش الكراميل، وبستكس خشب او بسكينه رفيعه ببدا اعمل خطوط رايح جاي كده علشان تدينا الشكل المعتاد بتاع الكيكه التركيه. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ بقت لوحه فنيه، ما بقتش كيكه خالص. شايفين بقى المسخسخه بتاعتي، اقصد الكيكه التركيه بتاعتي وجمالها. ليهم حق فعلا يسموها مسخسخة لأنها بتكون طرية كده ودايبة في الحليب، يعني لما بتيجي تاكليها كده بتدوب كده حاجة كده بجد خيال. حقيقي أحلى وأطيب كيكة ممكن تعمليها، طعمها وهم بجد، ميكس خيال بين الكيكة هشة وخفيفة سفنجية جدا مع طبقة الكريمة مع الكراميل، حاجة كده ميكس خيال بجد. شايفين بقى شكلها من جوه، طبقة الكيكة خفيفة وهشة جدا وغرقانة كده في الحليب مع طبقة الكريمة والكراميل. جربوها بجد هتعجبكم، وقولولي رأيكم في الكومنتات. وكده يكون فيديو النهاردة خلص، بأبسط طريقة وبأقل مكونات عملنا أحلى تريليتش كيك أو كيكة الحليب التركية، حقيقي طعمها وهم بجد، جربوها هتعجبكم جدا. لو فيديو النهارده عجبكم ما تنسوش اللايك للفيديو، لو اول مره بتشوفوني اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم الاشعار بكل الوصفات الجديده. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. دمتم بخير.